موجز الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة ليبيا. الحدث في بنغازي، أهلا بكم. استقبل أمير معسكر المدرعات بالرجمة كلا من مدير إدارة التدريب رفقة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمير اللواء 106 مجعفل. هذا وأوضحت مصادر مطلعة أن الزيارة التفقدية إلى المعسكر المدرعات بالرجمة تأتي للاطلاع على الأوضاع هناك وعلى عمليات الصيانة والإصلاح بمعمل الدروع. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين أحد أقارب أنصاره مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA مايك بيورمو وزيرا جديدا للخارجية بعد إقالة ريكس تيلرسون بمنصبه. من جانبه أكد بيامبو دعمه للنهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي الحالي فيما يخص كلا من القضايا الداخلية والخارجية، وقال: أعرب عن شكري العميق للرئيس ترامب على سماحه لي بتولي رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية وعلى هذه الفرصة لأداء منصب وزير الخارجية. أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد اللطيني جولات تفقدية شملت ميناء طبرق البحري ومطار المدينة الدولي، وذلك للوقوف على سير العمل وتذليل كافة الصعاب التي تواجهه. عقد الخميس بمقر مصلحة المطارات بترهون اجتماعا موسعا لمناقشة مستجدات مشروع إنشاء مطار مدني في مدينة ترهون وإمكانية مساندة البلدية في تنفيذ هذا المشروع الاستثماري، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور الإدارات الفنية بمصلحة والمختصين من البلدية للتطرق وبشكل تفصيلي حول آلية المناسبة للاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع. أعلن الخميس بمنطقة زيغن عن تشكيل المجلس الاجتماعي لقبائل المحاميد بالمنطقة الجنوبية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو عن قبائل المحاميد بالمنطقة الجنوبية، كما أكدوا على ضرورة إيقاف الاقتتال الدائري بالمنطقة الجنوبية وإيقاف نزيف الدم وعلى المتسارعين أن يجلسوا على كلمة سواء، كما ناشدوا في البيان جميع القبائل بعدم الزج بأبنائهم في صراع قبلي أو جهوي. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، كما يمكنكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم مشاهدتنا عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. نهاية الموجز، إلى اللقاء.